صباح الهنا والرزق، وما ننساش صباح النصر طبعا علشان امبارح الفوز الجميل العظيم اللي وطرنا في الاخر، بس الحمد لله حققناه يعني. وكانت مباراه فعلا مباراه قويه جدا واداء رائع حقيقي من كمان الفريقين، خلينا نقولها بهذا الشكل. صباح الفل عليك. صباح العسل. امبارح يعني لغايه الثواني الاخيره، يعني اخر كام ثانيه هم اللي لحقونا وادونا مساحه ان انت تبتدي معانا النهارده بجمله صباح النصر، وفعلا كانت الاعصاب مشدوده جدا. اكيد هنتكلم مع حضراتكم بالتفصيل حول مباراه الامس. طبعا بنرحب بكل حضراتكم واهلا بيكم جميعا، وبدايه حلقه جديده من 10 الصبح في الاهلي. كالعاده هنتكلم في الجزء الاولاني من حلقتنا عن كل ما هو متعلق بالنادي الاهلي والرياضات المحليه والعالميه، والجزء الثاني هيكون عندنا فقرتين حواريتين. الفقره الاولى هتكون مع نهاوند وضيفتها اللي هتنورنا اكيد كلنا النهارده ان شاء الله، حديث عن الفتنس طبعا هيكون مع كابتن سيمو محمود وهي مدير جيم السيدات في النادي الاهلي. وتاني الفقرات هنكون فيها مع بعض ان شاء الله مع كابتن ياسر مصطفى مدرب حراس مرمى ناشئي النادي الاهلي. ان شاء الله تستمتعوا وتسعدوا معانا في حلقتنا النهارده. في بقى حاجه قبل ما يعني نخش في الحلقه، يعني لو تسمح لي، لان كان الموضوع شيق جدا، و يعني كان امبارح في قعده يعني الناس كانت عماله تتكلم على الموضوع ده، بيقول لك هرمون السعاده. اوكي. السعاده طلعت في النهايه هي مش فكره حاله بتعيشها، لا ده ليها اسباب، وليها اسباب كيميائيه بالعربي، وفي اكلات بتزود نسبه الهرمون. لا بس هي القصه كلها في حاجه، يعني هل الموضوع طلع في الاخر ان مش احداث بتحصل لك فانت بتبقى مبسوط تجاهها او لا؟ لا هي القصه كلها ان جوه في حاجات يعني زي كده كيميكلز بتحصل في الجسم، فبتنتج في الاخر يعني ارتفاع في نسبه هرمونات طبعا معينه او انخفاضها، وبالتالي انت بتشعر يا بسعاده يا باحباط يا يعني مشاعر مختلفه. تخيل يعني قصه كيمستري في الاخر. الكيمستري دي بقى داخله حتى في العاطفه، يعني يعني السعاده ده جزء من الحدوته، لكن الموضوع ممكن يبقى اكبر من كده. حتى المشاعر الحب والرومانسيه اتضح يا حضرات ان هي كمان مبنيه بالكامل على تفاعلات كيميائيه داخل الجسم. ده كده خدعه كبيره قوي، عايشين غلط طول عمرنا فاهمين حاجه ثانيه. والله كنا فاهمين كل واحد كان فاهم حاجه ثانيه. لا بس الدوبامين تحديدا خليني برضو اقول لحضراتكم، لان هو ده الهرمون الاساسي اللي بيرتبط بالسعاده، وده بيبقى نتاج ايه؟ ده بيبقى نتاج كل شخصية، يعني هو مرتبط ارتباط وثيق بشخصية الفرد. ده البحث اللي بيتكلم عنه أو الأبحاث بتتكلم في كده، يعني الناس اللي هي شخصيتها منفتحة مفروض أن هو البحث بيقول بيحظون بمستويات أعلى من الدوبامين من الناس الانطوائية. ودي أعتقد حاجة بديهية، يعني ممكن فعلا تبقى منطقية بشكل كبير. والهرمون ده هو يعني بيعمل نجاح أو بيدي تحفيز، بالإضافة ليه كمان هرمون المكافأة اللي هو بيحفز الشخص على القيام بالخطوات يعني بشكل فيه جراءه وحماس. ف عايزين في مره نتكلم في الموضوع ده مع ضيف متخصص عشان نعرف الحكايه، لان احنا كنا فاهمين غلط طول الفتره اللي فاتت من عمرنا، وطلعت السعاده مجرد هرمونات. يعني مش اي حاجه ثانيه، مش مواقف بنمر بيها فقط، لا دي انعكاسات يعني كيميائيه زي ما كنا بنقول داخلنا. على كل حال ده موضوع شيق جدا، بحب اقرا انا في الحاجات دي يعني، بس ممكن ايه نشوفها فعلا زي ما انت بتقول بشكل اكثر تفصيلا مع حد متخصص عشان نفهم بالظبط. وكمان دي لما نفهمها ممكن احنا اللي نتحكم في ده، فهي دي النقطه، ان انت ازاي تقدر تتحكم في المود بتاعك. انا لو فهمت ازاي الموضوع بيمشي ممكن اتحكم فيه، ما ابقاش سايبه نفسي بقى للاحداث او غيره. فهي دي بقى النقطه اللي احنا عايزين نعمل فقره فيها. لا فكره ان الواحد يعني يتحكم في انفعالاته ومشاعره دي حاجه لطيفه. بعدين ايه تعملي لنفسك يعني ايه كانك جوه بابل كده بعيدا عن كل السخائف والمضايقات والمنغصات الحياتيه اللي الواحد بيكعبل فيها يوميا، تبقى فكره عبقريه. على قد ما تكبر دماغك على قد ما هتبقى مرتاح. ده بقى بعد ايه يعني 30 سنه في هذه الحياه الواحد وصل لده. يعني على كل حال خلينا نوصل بقى مع حضراتكم ونتكلم عن الاهلي والفوز اللي كان بالامس 3-2، نتيجه الى حد ما مرضيه يعني، فربنا يديمها بس علينا سلسله الانتصارات دي. وامبارح برده ماتش كان رائع جدا، واعتقد برضو غزل المحله لو هنتكلم بطريقه فار، الفريق اجتهد جدا طبعا بقياده المدرب المحترم كابتن محمد عوده، يعني الاخر لحظه والاخر لحظات هم بيحاربوا وبيلعبوا وبيتعادلوا كمان مع الاهلي 2-2، ده بنتكلم في الدقيقه 90، لكن
برضو احنا ما بنسكتش. احنا الدقيقه 90 دي بتاعتنا، انتوا جيتوا عندنا في ملعبنا، قدرنا ان احنا نهاجم يعني للثانيه الاخيره في الوقت بدل الضايع زي ما حضراتكم تابعتوا، عشان تحصل هنا عرقله واحتساب فاول للاهلي ويسجلوا العظيم علي معلول من ضربه ثابته والله ولا اروع فعلا، يعني عشان بعد ثواني بتنتهي احداث المباراه والاهلي يعني بيفضل في الصداره بالعلامه الكامله، وهي دي روح الفانيلا الحمراء وشخصيه الاهلي اللي احنا عارفينها. احنا ما بنفقدش الامل، يعني تقول لي بقى وقت بدل ضايع، تقول لي الدقيقه 90 جت، لا الماتش خلص، ما الماتش ما بيخلص، احنا معانا دايما فرصه لاخر ثواني، وده اللي بيثبته اللعيبه بتوعنا على الارض في كل مباراه بصراحه، فمبروك علينا. يعني ماتش امبارح كان يعتبر يعني واحد من اجمل لقاءات الدوري حتى هذه اللحظه حضرات، الماتش كان فعلا حلو وشفنا من خلاله كوره حلوه، وحتى نسب الاستحواذ يعني ما كانتش متفاوته قوي، يعني كان تقريبا 50-50 لكل فريق. طبعا الهدفين الاولاني لقفشه وبيرسي تاو، الهدف الثاني حاجه عظمه على العظمه. المهم احنا لسه طبعا عندنا ماتش يوم الخميس الجاي ان شاء الله قدام سموحه في الدوري قبل ما ندخل في فتره التوقف الدولي، طبعا استعدادا لبطوله كاس العرب، وعايزين ندخل فتره التوقف دي واحنا محافظين على العلامه الكامله، وده ان شاء الله هيتحقق كالعاده بشخصيه لاعبتنا شخصيه البطل، واكيد بمسانده الجماهير العظيمه وقياده حكيمه من الجهاز الفني لكره الفريق الاول لكره القدم من النادي الاهلي. يا رب ان شاء الله نكمل على نفس المنوال. امبارح بقى بعد المباراه يعني كابتن سيد عبد الحفيظ كان ليه بعض التصريحات، وهو يعني اتكلم كلام مهم جدا وبصراحه كلام عجبني، يعني لما يجي كده يقول لك احنا الفوز اللي احنا حققناه ده برده كان فوز عظيم وبيدل ان احنا ما استسلمناش، يعني تصريحات فيها نوع من انعكاس لشخصيه الاهلي فعلا، احنا لغايه الثواني الاخيره عندنا درس او بنقدم درس من دروس كره القدم لعدم الاستسلام، خصوصا كمان انتوا بتتكلموا عن لاعبين اصروا على الروح القتاليه والاصرار، في ماتشات كنا بنشوف فيها ده وفي ماتشات بصراحه ما كناش بنشوف فيها ده، بس امبارح احنا شفنا ده، في عدم يعني فكرتنا ايه؟ عدم استسلام بشكل كبير وعدم رغبه في يعني انتهاء المباراه او نهايه المباراه بتعادل، مش خلاص احنا ما عندناش رفاهيه التعادل زي ما بيتقال، فده فعلا لقيناه امبارح وده فعلا اللي اتكلم عليه كابتن سيد عبد الحفيظ، خلينا نروح نتابع جزء من تصريحاته ونرجع نكمل. اكيد هي مباراة كبيرة واحنا عارفين كويس قبل ما نيجي احنا جايين نلعب مين، فرقة المحلة عاملة عروض لحد دلوقتي ممتازة جدا، ما خسرتش ولا ماتش اصلا لحد دلوقتي، تعادلت مباراتين وكسبت مباراتين، عارفين كويس قوي ان كابتن عود عامل شغل كويس قوي، محافظهم بشكل كويس، ريتم ادائهم كمان كويس يعني، لكن هي دي الكورة يعني في لحظة الاحوال بتتغير والاجواء بتتغير، لكن ما تستسلمش وما درس في كرة القدم، انت بتتعادل يعني احنا بنبص في الساعة كانت يعني دقيقة تقريبا 49 و20 ثانية التعادل، يعني فاضل بالظبط 40 ثانية بالظبط، يعني بتقدر ان انت ترجع وتفوز باللقاء، لقاء صعب، واحنا قلنا لهم انا ومدير فني موسيماني قلنا لهم دي هتبقى من اصعب المباريات ان لم تكن اصعبها في الفترة اللي فاتت يعني، لكن هي دي الكورة تشتغل لحد اخر ثانية او اخر نفس في المباراة يعني. مع هدف علي معلول افتكرت هدفك في نفس التوقيت؟ هو هدف بتاع الهدف بتاعي كان برضه، بس السيناريو كان مختلف شويه، يمكن احنا كنا متقدمين بهدف وبعدين اتعادلنا وبعدين اتقدمنا بهدف تاني وبعدين هم اتعادلوا، بس كان في الدقيقه 43، هم اتعادلوا في الدقيقه 43 وربنا كان كرمني ان انا جيت برضه في الجول تقريبا في الدقيقه 93 او 94، لكن ده في الثانيه الاخيره، يعني احنا الماتش بتاعي لعبنا دقيقه ونص، ده في الثانيه الاخيره الحمد لله، ايا كان بقى في الثانيه الاخيره في الثانيه الثانية في الثانية الأولى في الثانية أيا كان هو من عمر اللقاء، يعني اقفل الصفحة دي، احنا عارفين كويس احنا جايين نلعب المحلة، وواحدة من الأسباب الكبيرة في عدم حصولنا على الدوري السنة اللي فاتت لما خسرنا هنا 1-0، جايين هنلعب سموحة الماتش الجاي يوم الخميس، واحدة من الأسباب برضو اللي عطلتنا السنة اللي فاتت، يعني كل مباراة صعبة وكل مباراة لها دوافع لازم تكون في الحسبان يعني، لكن خلاص في عالم كرة القدم الحديث، في عالم كرة القدم الحديث كل المباريات، يعني زمان لما كنا بنتقدم بهدفين ولا ثلاثة كان يقول لك خلاص المباراة خلصت، أعتقد إن اللي بنشوفه في أوروبا مش في مصر بس، برشلونة بيبقى كسبان ثلاثة وبيرجع 3-3، أتلتيكو مدريد بيبقى كسبان 3-1 وبيرجع 3-3 يعني في الثواني الأخيرة، خلاص المفهوم ده في الكرة أعتقد إن هو يعني لا تأمل لكرة القدم إلا في مع صفارة النهاية وأنت بتاخد حمامك يعني عشان تروح يعني. اقفل الصفحه ديت ونبص لمباراه سموحه باذن الله. طيب ده كان جانب من تصريحات كابتن سيد عبد الحفيظ، تعالوا بقى نروح لابننا اللي مشرفنا واللي مصيطنا في المحافل الدوليه محمد صلاح، اللي موجود حاليا اسمه على راس قائمه الافضل اللي اعلنها الاتحاد الدولي لكره القدم فيفا للفوز بجائزه ذا بيست عن عام 2021، والمنتظر ان يتم الاعلان عن الفائز
فيها في حفله ستقام يوم 17 يناير من العام 2022. جاءت قائمة المرشحين كالتالي: محمد صلاح من ليفربول، ليونيل ميسي باريس سان جيرمان، كريستيانو رونالدو مانشستر يونايتد، كريم بنزيما ريال مدريد، كيفن دي بروين مانشستر سيتي، وجورجينيو تشيلسي، وإيرلينغ هالاند بروسيا دورتموند، وطبعا روبرت ليفاندوفسكي بايرن ميونخ، وكيليان مبابي باريس سان جيرمان، ونيمار باريس سان جيرمان، واخيرا وليس اخرا نقوله كانتي من تشيلسي. وطبعا حضراتكم عارفين ان روبرت ليفاندوفسكي هو اللي كان فاز بالجائزة في العام الماضي بعد منافسة حامية جدا مع كريستيانو رونالدو وايضا ليونيل ميسي. كمان اعلن الاتحاد الدولي قائمة من 2 حراس مرشحين للفوز بافضل حارس مرمى لعام 2021، وايضا جاءت قائمة الحراس كالتالي: أليسون بيكر ليفربول، مانويل نوير بايرن ميونخ، كاسبر شمايكل ليستر سيتي، جان لويجي دوناروما باريس سان جيرمان، ادوارد مندي تشيلسي، وطبعا مانويل نوير هو اللي كان فاز بجائزة افضل حارس مرمى لعام 2020 بعد منافسات قوية جدا مع اقرب منافسين. اول مرة اتعملت المسابقة دي كانت 1956، فيعني حاجة عريقة جدا طبعاً. والعالم كله بيترقبها زي ما بتقال كده، بتبقى حاجة كبيرة أو وسام كبير جدا للاعب اللي هو بيحصل عليها. فبنتمنى التوفيق طبعاً لمحمد صلاح، دي حاجة أكيد هتشرفنا كلنا. بمناسبة بقى الجوائز، خلينا نروح لحاجة تانية. بس هنا نجم نادي برشلونة الدولي الإسباني الشاب بادري اللي توج بجائزة الفتى الذهبي لعام 2021، تقدمها صحيفة توتو سبورت الإيطالية لأفضل لاعب في أوروبا ده تحت سن 21 سنة. وهو لاعب مميز جدا وأداؤه رائع جدا كان تحديدا كمان مع نادي برشلونة في موسم نتكلم 2020-2021، وهو ساهم كمان في وصول منتخب إسبانيا لنصف نهائي يورو 2020 بالإضافة تتويجه بالميدالية الفضية مع المنتخب الأولمبي الإسباني في أولمبياد طوكيو الماضية. وبعد أو بعد الجائزة كمان دي يعني فريق برشلونة كمان هنأوا وكانوا سعداء جدا بيه، ونشر تغريدة عبر حسابه على تويتر قال كده: بادري بيفوز بجائزة الفتى الذهبي، تهانينا، بهنوا نفسهم يعني. فمستقبله إن شاء الله يبقى برضو كويس، ولاعب فعلا متألق جدا وصغير، فقدامه لسه مستقبل طويل أكيد. طيب نروح بقى مع حضراتكم على موضوع تاني خالص، بس حاجة فعلا لطيفة وحاجة بتؤكد على أهمية العنوان اللي بيقول الرياضة للجميع، وكمان فكرة إن الشعب بالكامل يمارس الرياضة. هنتكلم عن ختام النسخة التانية من دوري الوزارات طبعا للعاملين بالجهاز الإداري للدولة. الفكرة مفيش أحلى من كده، فكرة إن كل الموظفين يعني إيه يبتدوا بقى يمارسوا الرياضة، يلعبوا كرة قدم أو غيرها من الرياضات. طبعا اللي حصل إن يعني وزارة النقل هي اللي حصدت ذهبية كرة القدم للعام الثاني على التوالي. خلونا نروح نشوف يعني ختام النسخة الثانية من دوري الوزارات للعاملين بالجهاز الإداري للدولة ونرجع نكمل كلامنا. اتفضل. فريق وزارة النقل ده قطار وانطلق، وإن شاء الله بإذن الله قابلونا السنة الجاية واللي بعدها واللي بعدها، إن شاء الله بإذن الله لن يتوقف تاني. قطار التطوير انطلق في وزارة النقل في كل قطاعات وزارة النقل بما فيها الرياضة. والله احنا اشتغلنا خدنا تعليمات من أول يوم إن احنا الأبطال، وإحنا كنا أبطال الدورة اللي فاتت، فبناء على إن احنا أبطال الدورة اللي فاتت وإحنا فريق كبير ومعايا لعيبة كلها خبرة، لعيبة كلها بياخدوا بطولات، واتحدنا وتعهدنا ان احنا البطوله دي بتاعتنا. هي الحقيقه الدوره دي يعني اختلفت عن الدوره اللي فاتت كتير. الدوره اللي فاتت احنا اصحاب اللقب، فريق محترم، فريق كويس، قابلنا فرق كويسه جدا. السنه دي الاستعداد اقوى بكتير بمراحل من السنه اللي فاتت. في فرق ما كانتش موجوده السنه اللي فاتت جت وشاركت، فرقه زي فرقه وزاره الكهرباء، فرقه وزاره البترول، وزاره الدفاع طبعا هتقابلنا في النهائي ان شاء الله. فدي فرق كلها كويسه. الدوره بشكل عام عملت مشاركه جامده بين الوزارات، كانت بطوله قويه جدا. البطولات الادوار النهائيه قابلنا فيها صعوبه جدا، قابلنا فرق قويه، فرق بتلعب كوره زي الكتاب ما بيقول يعني الحقيقه. يعني هو الاختلاف ما بيبقاش يعني بيبقى على المستوى الفني طبعا بيبقى في اختلاف كتير، ولكن برضو كل وزاره موجوده فيها بعض اللاعبين اللي بيبقوا بيمثلوا الانديه على شكل على مستوى كبير، فبتستعين بيهم الوزاره وبتشتغل معاهم وبينضموا الفرق الوزاره اللي هي تابعه ليهم،
وبيقدروا يقدموا حاجه كويسه، لكن بيبقى في مستوى كويس. اللعيبه اللي بتبقى موجوده بتبقى برضو على مستوى فني كويس مش قليل يعني. طبعا بالنسبه لدعم الهيئه العامه لطرق الكباري للفريق النهارده، احنا طبعا بتعليمات من رئيس الهيئه وتعليمات السيد معالي الفريق كامل وزير النقل بندعم الفريق بتاعنا ماديا معنويا. احنا الحمد لله حاملين لقب السنه اللي فاتت، فاحنا واخدين على المباريات دي، وصراحه المدربين تعبوا معانا قوي من اول البطوله، والبطوله كانت جامده عن السنه اللي فاتت بكتير بكتير قوي. وفرقه وزاره الدفاع بصراحه فرقه تقيله وتستحق ان هي توصل نهائي. هو دوري الوزارات السنه دي اللي هو 2021 دي النسخه الثانيه، النسخه الاولانيه اتعملت السنه اللي فاتت الحمد لله كان فيها 24 وزاره، بس السنه دي مش 27 وزاره، هي 29 وزاره الحمد لله رب العالمين. في اربع لعبات، كره القدم الخماسيه وتنس الطاوله رجال وتنس الطاوله سيدات والالعاب الالكترونيه اللي هي فيفا 2021. السنه دي شايف المستوى عالي جدا، والوزارات اهتمت بيها ودعمت الفرق، والفرق والمسابقه السنه دي احنا لما وصلنا دور ال 16 مش عارفين انهي فرق في ال 16 تصعد. ال 16 كانوا جامدين والثمانيه اكبر، ولا لا المستوى ممتاز ومحترم زي ما شايفين كده. يعني فريق البترول تحت اشراف الكابتن ايمن منصور كابتن مصر ونادي الزمالك، ده يقول ان وزاره البترول ووزاره الكهرباء مهتمين زي النقل والدفاع بالظبط. وزارة النقل متألقة عاملة شغل جامد. عايزين نعرف السبب، يعني أكيد فيها برضو بعض الأفراد اللي بيمارسوا رياضة يمكن بشكل منتظم أكتر من غيرهم. هم طبعا 27 يعني وزارة بيشارك فيها 900 شخص، نتكلم هنا رجال وسيدات، وهي مش بس بكرة القدم الخماسي، لا هي فيها ألعاب الإلكترونية وتنس الطاولة، يعني مجموعة مختلفة. طبعا المبادرة دي يعني كانت تحت شعار لا للتعصب، يعني مصر أولا، ويمكن دي برضو كانت بعد لما الرئيس كان السنة اللي فاتت يا كريم تحدث ان لازم تكون الرياضه في حياتنا كلنا، يعني تبقى نوع من يعني لايف ستايل بمعنى اصح. كان السيد الرئيس بيتكلم على النقطه دي، فالمبادره اتعملت. فاعتقد شيء لطيف برضو ان انت تشوف الموظفين في مختلف الوزارات بيمارسوا رياضه، ويا رب ده يكون بقى في حياتهم كمان العاديه وينعكس على عائلاتهم وغيره وغيره، وبالتالي كل المجتمع ممكن بعد كده. لا وكان شيء لطيف ان انت تشوفي السيد الرئيس شخصيا في اكتر من مره، يعني وفي الصباح الباكر وقياده الدراجات الهوائيه، فكره لطيفه جدا ان احنا فعلا نعمم ده، وممارسه النشاطات الرياضيه المختلفه في داخل يعني كل الوزارات دي حاجه. الدرجات الهوائيه ولا الدرجات العاديه؟ الهوائيه، ما هي الدرجه الهوائيه اللي هي العجله. الدرجات الهوائيه دي عجلة. مش هي العجله هي. ما تلاقيش ثق في انا حاطط فيك ماشي، طبعا العربي برضو المصطلحات. خلينا نروح لفاصل سريع جدا واخبارنا اكيد لسه ما خلصتش، خليكم معانا. رحب بحضراتكم مرة تانية، وخلينا بقى نروح نتابع دلوقتي الأخبار المختلفة وجريدة الشروق تحديدا. مراسلتنا سلا حامد موجودة هناك عشان تطلعنا على آخر الأخبار في المواقع والصحف. يا سلا صباح الخير عليكي، مصبح عليكي أنا وكريم وكل جمهور 10 الصبح وقناة الأهلي سامعينك، تفضل. صباح الخير يا نهواندو، اكيد بصبح عليك يا كريم وعلى كل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. يوم جديد وحلقه جديده اكيد من 10 الصبح في الاهلي، وجوله صحفيه جديده، ولكن النهارده ان شاء الله هتكون من جريده الشروق، هكون معاكم عشان اطلعكم على اهم واخر الاخبار في الصحف الرياضيه سواء العالميه او المحليه. ويمكن النهارده اول خبر معانا من جريده الشروق امتحان قاري لتشافي مع برشلونه امام بنفيكا، واليونايتد بوجه جديد يتحدى في ريال. يمكن النهارده ان شاء الله يعني هتكون الجوله الخامسه تنطلق النهارده، ودي الجوله اللي قبل الاخيره من دور المجموعات في دوري ابطال اوروبا، وهتنطلق المباريات النهارده ان شاء الله يعني في الثامنه الى ربع مساء، حيث يعني هيحل بايرن ميونخ ضيفا على دينامو كييف الاوكراني، ويستضيف في ريال الاسباني النهارده ان شاء الله في نفس الموعد فريق مانشستر يونايتد الانجليزي، وفي العاشره مساء هيستضيف تشيلسي الانجليزي فريق يوفنتوس الايطالي، ويلاقي برشلونه الاسباني فريق بنفيكا البرتغالي، ويعني اخر مباراه النهارده هيقابل فيها اشبيليه مع فريق فولفسبورغ الالماني في اسبانيا.
تاني خبر معنا النهاردة ومن الشرق الأوسط من قلب الرياض، الهلال في مهمة استعادة زعامة آسيا. يمكن النهاردة كمان إن شاء الله يعني هيكون في مباراة مهمة جدا، يعني النهاردة مساء الثلاث هيكون في نهائي دوري أبطال آسيا، واللي هيكون ما بين يعني فرقتين يعني من أقوى الفرق اللي موجودة في قارة آسيا، نادي الهلال السعودي ونظيره فريق بونهاج يعني ستيلرز الكوري الجنوبي. النهاردة المباراة دي هتقام على ملعب ملك فهد الدولي، واللي هيسعى فيها يعني الفرقتين ان شاء الله يعني هواندو يا كريم ان هم يعني يستعيدوا اللقب مره اخرى. يمكن فريق الهلال السعودي يعني عايز يستعيد اللقب مره اخرى ويفرح جميع جماهير نادي الهلال السعودي بعد يعني ما انسحب في النسخه الماضيه من البطوله، بعد ما كان يعني قائمه اللاعبين كانت نقص يعني قائمه اللاعبين عن العدد يعني المحدد لانطلاق المباراه، ويمكن يعني القايمه كانت ناقصه بعض اللاعبين، يمكن العدد كان ناقص بسبب يعني انه فيروس كورونا يعني كان هو السبب انه معظم اللعيبه اصيبت بفيروس كورونا، او مش بس اللعيبه يعني معظم افراد البعثه، فعشان كده انسحبوا من النسخه الماضيه. ولكن السنه دي ان شاء الله يعني في النسخه الحاليه والنهارده في النهائي يعني عايزين يفوزوا ويفرحوا جميع جماهير نادي الهلال السعودي ويستعيدوا اللقب مره اخرى. والخبر الثالث معنا النهاردة من روسيا اليوم، من سيتوج بالنسخة العاشرة أبطال كأس العرب للمنتخبات عبر التاريخ. يمكن كمان النهاردة إن شاء الله يعني تترقب الجماهير العربية انطلاق بطولة كأس العرب لكرة القدم، ويمكن يعني بنتظره من دلوقتي عشان البطولة تنطلق، ولكن البطولة هتنطلق يعني من فترة 30 نوفمبر اللي جاري بعد توقف يعني دام لتسع سنوات، حيث أقيمت يعني النسخة الأخيرة عام 2012 وتوج بها المنتخب المغربي. يعني البطولة هتقام من يوم 30 نوفمبر حتى يوم يعني 18 ديسمبر المقبل بمشاركة يعني 16 منتخب عربي في النهائيات، والبطولة دي يعني ستلعب لأول مرة للمرة الأولى في تاريخها تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم بدلا من كأس القارات الاعتبار يعني أو الاختبار عفوا قدرات الدولة الخليجية على تنظيم كأس العالم لكرة القدم في الشتاء يعني 2022. ومن جريدة المساء، وده خبر يعني الرابع معنا النهاردة والأخير قبل 24 ساعة من بدء الفعاليات الاستعداد للبطولة العربية، وإبراهيم مصطفى للمصارعة على قدم وساق. يمكن كمان يعني على قدم وساق يبذل لمجلس إدارة الاتحاد المصارعة برئاسة اللواء عصام النوار رئيس الاتحاد جهودا يعني مكثفة لإنهاء كافة الإجراءات والاستعدادات قبل 48 ساعة من انطلاق فعاليات البطولات الأندية العربية والبطولة بطولة العرب للكبار وبطولة يعني إبراهيم مصطفى الدولية للمصارعة المقرر انطلاقها يعني بمدينة شرم الشيخ غدا إن شاء الله يعني الأربعاء يوم 24 نوفمبر. يمكن البطولة دي يعني أنا هوندو كريم هتستمر من يوم 24 نوفمبر بكرة إن شاء الله حتى يوم 30 يعني من نفس شهر نوفمبر بصالة المغطاة بمدينة الشبابية في مدينة شرم الشيخ. ويمكن البطولة دي إن شاء الله يعني هتكون تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، دكتور يعني طبعا أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة. البطولة دي هتكون تحت رعايته وإن شاء الله هتنطلق يعني بكرة من يوم 24 حتى يوم 30. يمكن ديانا هواندو يا كريم كانت أخبارنا النهاردة يعني في جميع الصحف الرياضية سواء المحلية أو كمان العالمية. يمكن طبعا أنا يعني مستمرة معاكم لو في أي سؤال، والآن العودة مرة أخرى للاستوديو. كلام ليكي طبعا يعني هون، تفضل. تغطية حقيقية أكثر من رائعة منك يا سارة، شكرا ليكي جدا. نروح بقى للي حصل في قمة ليون ومارسيليا والشغب الجماهيري الكبير. واحد من الجماهير رمى إزازة مية جت في راس لاعب مارسيليا اسمه ديمتري باييه، طبعا وقفوا المباراة، جزء كبير من الجماهير نزلوا أرضية الملعب، الدنيا ظبطت على ما خرجوهم. المهم طبعا نتج عن هذا الامر ان لازم يكون في قرار، فقرار اللي حصل بعد كده طبعا نتيجه لهذا الشغب الجماهيري ان رابطه الدوري الدرجه الاولى الفرنسي لكره القدم قررت اقامه مباريات اولمبيك ليون في المسابقه بدون جمهور لغايه لما ينتهوا من التحقيقات. طبعا ده حصل بعد ما الغوا مباراته الاخيره ضد ضيف اولمبيك مارسيليا. اللي حصل ده خلى جهات كثير تحذر من شغب الملاعب، وبالمناسبه رئيس ليون جان ميشيل اولاس قال يعني علق على اللي حصل ده وقال نوجه اعتذارنا، تم الإبلاغ عن الجاني على الفور وتم القبض عليه، هذا عمل فردي. طبعا اعتبرت وزيرة الرياضة الفرنسية روكسانا ماراسيانيانو
يعني ان اللي حصل مارسينيانو. ده مارسينيانو ايا كان ما رحناش بعيد. قالت بعد تعليق المباراه دي ان طبعا احداث الشغب اللي بتحصل دي ستؤدي الى تدمير مستقبل كره القدم الفرنسيه. وطبعا كانت ظاهره مش لطيفه بالمره لما حضراتكم شاف المباراه او اضعف الايمان اللي شاف جزء كده من الاحداث اللي تم تداولها من خلال اليوتيوب ووسائل التواصل الاجتماعي. لا المنظر يخض وحاجه مش لطيفه ومش معتاده قوي. انا متفق معاك جدا, حاجه غريبه جدا. والفكره هنا هل هو بيرميها قصده ولا بيرميها ازاي؟ بيرميها قصده تبقى فراغ. لا طبعا تصرف غير لائق تماما, بس كويس ان هم عرفوا يلاقوه وسط يعني الناس المئات اللي قاعده او الالاف اللي قاعده, فده شيء كويس طبعا. بس برضو مش عارفة, أنا عندي تحفظ على فكرة حرمان الجماهير, يعني ده عمل فردي, طب أنت بتحرم الجماهير ليه؟ يعني مش عارفة أنت بتشوفها لغاية زي. لما يخلصوا من موضوع التحقيقات و... بس هي الفكرة ممكن تبقى دي برضو رسالة مكررة مثلا, الموضوع متكرر جدا. دي نقطة. النقطة الثانية هي كمان رسالة لأي حد بيفكر يعمل أي مظهر من مظاهر الشغب بعد كده, يبقوا عارفين أن اللي هيعمل ده الكل هيتحرم. يعني فكرة أن السيئة تعم. تمام, بس هي بتضر اكتر اللعيبه, خلي بالك طبعا. اللعيبه هم اللي بيبقوا عايزين روح الجماهير بتبقى فارقه جدا, بسبب ان هو تصرف غير مقبول في اي دوله في العالم, يعني حاجه اكيد ما نحبش ان احنا نشوفها. حبا في فريقه عمل حركه حرمت فريقه من اللقاء بالزبط. الماتش اتلغى وبعد عليهم عقوبات, ولسه اما نشوف كمان التحقيقات هتسفر عن ايه. يعني بدل ما يدعم فريقه هو رضاه الحقيقه باللي عمله. تعرف لو في غرامه ماليه قويه رادعه زي ما بيتقال, اعتقد ده لن يكرر مره ثانيه, لان هناك بيفرق معهم قوي الموضوع ده. تعالى بقى نروح لموضوع مهم قوي كريم, وانا عجبني قوي قوي رد الفعل ده. لو حضراتكم فاكرين قصه حارسه المرمى اللي اتنمروا عليها وقالوا عليها راجل, وناس كثيره جدا نزلت صورها وقعدوا يتريقوا. الاتحاد الايراني لكره القدم تقدم بشكوى رسميه ضد نظيره الاردني اللي دعا للتحقيق من جنس اللاعبه, وتم ارسال الشكوى للجنه الانضباط والاخلاق في الاتحاد الاسيوي لكره القدم. حارسه مرمى منتخب ايران يعني زي ما حضراتكم تابعتوا اتعرضت لهذا الكلام, وقالت هي كمان من يعني جانبها ستلاحق الاتحاد الأردني لكرة القدم أمام القضاء بتهمة التنمر, مؤكدة أن الهدف من ده هو رد الاعتبار واستعادة الكرامة بعد تشكيكه بشكل علني في جنسها واحتمال كمان كونها ليست امرأة, وأضافت بأن ذنبها الوحيد أنها ليست جميلة. حاجة يعني محزنة جدا إن هي أصلا حصلت, وكمان في العلن وبشكل رسمي قدموا يعني شكوى وحاجات زي كده وتحررنا من جنس اللعبة. يعني معقولة؟ معقولة يعني مش ذنب البنت برضو فعلا. وفي نفس الوقت لو حضراتكم ده على جانب يعني الاتحاد الأردني, لا حضراتكم شفتوا على السوشيال ميديا كان موضوع غير مقبول وكارثي, ناس حتى صور عمالين يتريقوا ويقول لك يعني لا كان شيء غير مقبول تماما. وأنا بشوف إن ده طرق من يعني العنف ضد المرأة أو صورة من صور العنف ضد المرأة, فشيء غير مقبول تماما, وأنا بشجعها جدا وبحترم جدا الخطوة حقيقي الاتحاد يعني عملها. وفكرة كمان إن هي مش عايز تسكت على حقها كريم طبعا. الرفض إن أنا مش عادي اللي هو الإساءة أنا مش عاديها, مش حاجة اسمها اعتذار وخلاص, مش حاجة اسمها رد اعتبار عن طريق القانون وخلاص, لا أنا عايز أخد حقي وألاقي عقاب. يعني مش فكرة إن هم أثبتوا, أقصد يعني القانون أثبت أو التحريات أثبتت إن هي أنثى فكده خلاص, لا لازم أخد رد اعتبار ولازم أخد حقي, لأن ده غير مقبول تماما بصراحة. دي جانب من جوانب السلبية السيئة اللي بنشوفها من السوشيال ميديا. يعني طبعا للأسف الشديد السوشيال ميديا سهلت مهمة المتنمرين, يعني بقت بضغطة زرار واحد يقدروا ينشروا تنمرهم وأفكارهم العنصرية على أساس أن اللي بيتكلم ده مثلا يعني كامل. ما فيش حد فينا كامل على فكرة, كل واحد فينا فيه عيب على الأقل, وكل واحد فينا فيه insecurities زي ما بتقال, أو اللي هي يعني عدم احساس بالامان بالظبط. فما يعني هنقعد بقى يعني انت حضرتك لما اتريقت عليها يعني انت يعني ملك جمال مثلا او ملك الجمال؟ يعني انا عايز افهم برضه, خلينا نشوف الصور. حاجه غريبه. طيب احنا كده يعني فقراتنا في الجزء الاول من حلقه النهارده انتهت, هنطلع فاصل سريع, ومجرد العوده حضراتكم ان شاء الله هتسعدوا بفقره وحوار عن الفتنس نظري وعملي مع طبعا نهواند وضيفتها اللي هتطورها كابتن سيمو.
نرحب بيكم فقرة الفتنس. يعني احنا بنبقى حريصين دايما في 10 الصبح ان احنا نعمل فقرة فتنس اسبوعية على قد ما نقدر، بس لفئات مختلفة بقى من حضراتكم. يعني النهاردة هنتكلم تحديدا لرباط البيوت، ازاي انا لو يعني ام وعندي مسؤوليات في البيت ويمكن ما بنزلش امارس رياضة بشكل كبير لاسباب مختلفة، يعني فازاي ممكن الرياضة تيجي لغاية عندي وبشكل كمان مبسط اقدر ان انا احقق ده. خلينا نرحب بكابتن سيمو محمود، مدير، هي مدير جيم السيدات في النادي الاهلي، وهي عندها كتير بقى تقولوا لحضراتكم كمان عملي، يعني هنوريكم ايه التمرينات بسيطة جدا نقدر ان احنا لو مارسناها كل يوم حياتنا فعلا واللايف ستايل وجسمنا ممكن ان هو يختلف. يمكن انا عملت قبل ما ندخل كان كام، عدينا مع بعض 1200 واحده وانا قاعده، يعني موضوع بسيط خالص. صباح الفل. صباح الفل وصباح السعاده يا نهال. لا انا مبسوطه انك معانا، وفقره مهمه لفئه كبيره جدا في المجتمع حقيقي، وهم يعني معذورات فعلا نقدر نديهم كل العذر ان مشغوليات كتيره جدا. يقول لك الست اللي بتشتغل يعني يمكن مشغوله اكتر، لا ده ربه البيت هي المشغوله اضعاف اضعاف، ده حقيقي. مظبوط. فازاي ممكن نبدا كده معاكي وتقولي لنا يعني ربه المنزل او السيده اللي ما عندهاش وقت او البنت اللي بتكسر تنزل تعمل ايه يعني من بدايه كده عشان تغير اللايف ستايل بتاعها؟ هو اول حاجه احنا دايما بنحب نتكلم مع يعني مع رباط البيوت او البنات اللي هم وصلوا مثلا يعني الشيب اكبر من هم كانوا بيتحركوا او بينزلوا. فتره الكورونا كمان بينت لنا كلنا الفتره دي جدا اثرت يعني حتى اللي بينزل او بيشتغل او اللي قاعد في البيت. فاحنا بنقول اول حاجه احنا نظبط اكلنا، ما نروحش للحاجات اللي فيها اكل يعني من الشارع او كده، ناكل اكل نظيف زي ما بنقول اكل من البيت، نهتم شويه بالمحتوى اللي احنا بناكله. تاني حاجه بقى رياضه، يعني انا لو جبت يعني حاجات بسيطه قوي عندي في البيت هبدا ان انا اعمل بيها تمارين. طب هعمل تمارين ازاي؟ انا خايفه ان انا اذي نفسي او خايفه ان انا يعني احط اي محتوى ان انا ما اقدرش اشتغل بيه. خلاص احنا ممكن نشغل ميوزك، الميوزك يعني الناس كلها بتخليها فن اكتر يعني بتروح بترفه شويه بالظبط، فبتخليكي اكتف اكتر، بتخليكي متحمسه. شغل البيت نفسه الاب اند داون، وهنزل اجيب حاجه من الارض او هحط حاجه فوق او هحط حاجه يمين شمال، ده اللي احنا اوريدي اصلا بنعمله في الرياضه. بس احنا عندنا تمرين منظم، بس احنا بنعمل ايه؟ بنعمل تمرينات الموبيليتي اللي هو مثلا لو استخدم ايديا ورجليا مع بعض ده بنعمله احنا اوريدي في البيت. استخدم حاجه عاليه عشان الرشاقه بتاعتي بنعمله في الجيم. هوطي قوي بنعمله في تمرين السكوات. فكل الحاجات دي احنا لو بنعملها بس رتبناها هنوصل للي احنا عايزينه في شكل جسمنا. بس نقوي العضلات، ما نسيبش نفسنا قاعدين، مش هتلي دي من بعيد هات لي حاجه لا احنا نعمل اعمادنا بنفسنا، ما نبقاش معتمدين على حد. الحركه حلوه حتى لو في البيت بالزبط. الواحد يقوم يجيب الميه لنفسه يعني دي اقل حاجه خالص. احنا عندنا هنا ثقافتنا بنبعت يعني اهالينا يبعتونا واللي متجوز ومخلف يبعت لو الحاجه قدامه ما يقدرش يجيبها والله. طيب ازاي اقدر برضو اقيس الاوزان؟ لان برضو عشان اعمل عضل او عشان اعمل شيب او علشان اعمل تونينج ان انا اشد الجسم يعني لازم بيبقى فيه ويتس، ما ينفعش ان انا العب يعني حتى ساتس كده من غير ويتس يعني. فلو انا في البيت ازاي اعمل ده؟ يعني دي مثلا سهله، دي بتتباع ده 2 كيلو كستارت طبعا لاي سيده، ده بدايه 2 كيلو ده ولا حاجه يعني، بس ممكن نبدا بيها وتتجاب عادي في البيت تلعب بيها. يعني لازم يبقى فيه ويت صح كده؟ مظبوط. طبعا انت قلتي ان دي حاجه ولا حاجه، احنا طبعا عندنا الخوف الفظيع الناس اللي في البيت او في الجيم، احنا بدانا نغير الثقافه دي كمان. الويت ما بيعملش عضلات، مش هيخليني ولد، مش هيخليني عندي عضلات كبيره. دي ثقافه موجوده، بنقعد نقنع الناس، الناس تيجي تقول لا انا مش هشيل ويت، الدكتور قال لي اوعي تشيلي ويت، مش هو ده اللي بيتخننا خالص، ده بالعكس هو ده اللي بيخلي شكل جسمنا ملموم، عضلاتنا مشدوده، شكل جسمك مشدود. فاحنا بنبدا بالبيزك، يعني لو 1 كيلو 1 كيلو بنتمرن بيهم فتره هيحصل لي ادابتيشن من الكيلو، خلاص تبقى حاجه بسيطه قوي. ده لو جبت ازازه ميه صغيره وحطيت فيها رمل او ميه هيبقوا عندي 2 ويتس، هتبقى حاجه حتى لو انا مش لسه عارفه اشتري. نبدا بكيلو 2 ويكس، نبدا نطلع بعد اسبوعين 2 كيلو 3 كيلو، بس احنا ما بنشيلش اقصى يعني اقصى حاجه عندنا في التمرين الواحده، لا انا باخد مثلا لو انا بشيل مثلا 100 كيلو فانا هبدا اخد منهم اول حاجه 20 كيلو اتمرن بيهم لان انا لسه بيجنر، فولا بطلع لويتس عاليه قوي ولا بنزل لاقل قوي لان انا العضله قويه بس محتاجه ان انا اقويها بحاجه خارجيه. طول ما انا هقعد اشتغل كده مش هتديني اي نتيجه، لازم احط لها مؤثر خارجي عشان ابدا اشتغل.
عضلاتي وجعتني بعد التمرين، دي حاجه كويسه جدا، مفيش اصابه، ما اخدش مسكن، دي الجيم ما عمليش خطر، البيت لو انا عملت شويه، لو نفضت جامد شويه او عملت حاجه بنقوم عضلاتنا وجعانا، دي حاجه هايله. بنقعد نقول لهم دايما اطمنوا، ما تاخدوش مسكن، ما تتعبوش، لا كملوا، اعمل مور اكتيفيتيز، هو ده اللي هيخلي عندي عضلات وشكل جسم متناسق. حلو قوي الكلام ده. وكمان في نقطه تانية بيعاني منها او بتعاني منها معظم السيدات، لو هنتكلم في مصر ان ده راجع للثقافه شويه، الجسم بيبقى مش مشدود، يعني ممكن حتى واحده يبقى جسمها متناسق يعني والويت بتاعها صحي وكل حاجه، لكن جسمها مش مشدود، فده بيبقى وحش قوي، ده يمكن بيبقى سيء جدا على النفسيه يعني. فازاي ممكن ده برضو نعالجه؟ يعني هتورينا تمرينات مثلا عملي ممكن ان هي تعمل شد للجسم. ده في نفس الوقت احنا اكتر حاجه بنقعد نقولها ما نخسش بدايت بس، الدكتور اللي هيقول لنا خسي بدايت ما تروحيش الجيم، اجري بسرعه منه ما تكمليش معاه، صح، لان انت بتخسي بدايت بس بيبان انك عيانه والجلد نفسه بيبقى مش حلو، حتى بتوقعي عضلات، بتفقدي كميه عضلات فظيعه، شكل جسمك هتتخسي وتبقي شكلك تحفه، بس بعد كده ما بترجعيش بقى تدوري على الخارجي، الداخلي ما هو بقى الداخلي بقى بيبقى الشكل مش متناسق يعني الترهلات زادت جدا. احنا بقى نحاول نلحق ده قبل ما نوصل للفتره دي. فاحنا مع تمرينات التونينج عامه او التمرينات اللي بنعملها في الجيم او في البيت، هو ده اللي بيخلي العضله مشدوده وهخس بس بالتغذيه. في بقى نقطه ثانيه مهمه جدا، لان يعني دي لازم نخلي بالنا منها، احنا اجسامنا مختلفه، كل سيده ليها رسمه جسم، يعني في بنات مهما اكلوا هم هيفضلوا الجسم او العود الفرنساوي، في ناس ثانيه او بنات ثانيه اللي هو الجسم الكيرفي مهما خست عمرها ما هتبقى الرفع اللي هو بتاع المودلز، فكل واحده ليها ربنا اداها شكل جسم وده بيميزها. فالبنت الكيرفي مش مفروض ان هي تطمح ان هي تبقى الجسم الفرنساوي، لان بالعكس ده جميل جدا على فكره واحلى انا من وجهه نظري، وده برده جميل والعكس صحيح. ف دي برضو نقطة لازم يفهموها، لأن يعني واحدة ممكن يبقى جسمها 60 كيلو بس هي كيرفي تقول لك أنا عايزة أخس 50 كيلو وأنزل أندر ويت، إزاي تخسي؟ هو رسم جسمك كده بالعكس يعني. دي حاجات إحنا بنعاني منها، إحنا أصلاً بندرس حاجة اسمها أنماط الجسم، يعني كل واحد ليه شكل جسم، حتى البيئة اللي بنعيش فيها، مثلاً لو بنبص على جنوب أفريقيا ليهم شكل جسم مختلف، مثلاً يعني في كل بلد ليها طبع وشكل وبتاع، بس برضو المحتوى اللي إحنا بناكله بيأثر جداً 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 جداً. طيب انا ازاي اقتنع واحب شكل جسمي واحب نفسي كده؟ ان انا ابدا صحتي، ما بقاش بعمل حاجه وانا تعبانه، انا الهدف من الرياضه بتاعتي ايه؟ احافظ على شكل جسمي، احافظ على صحتي، اعمل كل حاجه وانا مش تعبانه، هتحميني بقى من كل حاجه. فنقتنع بشكل جسمنا، نحبه، خلي عندنا عضلات قويه، ناكل اكل سليم، هي دي الحاجات اللي احنا دايما يعني بنسعى لها وبنقول لهم حبوا نفسكم، دي اكتر حاجه. حلو جدا. الولاد ينزلوا المدرسه. ايوه. ابداي بقى وشوفي كابتن سيمو هتعمل ايه ونعمل زيها. خلينا بقى نبدا معاكي لو أوكي. دول هتحتاجيهم طبعا. يس. ايوه. والموضوع ممكن برضو لحضراتكم يبقى في الاول يعني ايه انا لسه بقى هتمرن، لا صعب الموضوع، 2 ويكس، اسبوعين لو واظبنا القصه بجد هتبقى عاده. فنبدا معاكي بقى كابتن سيمو نشوف ايه. أوكي. احنا عندنا حاجتين لو هنشتغل واحنا واقفين، بيبقى دايما رجليا بتسع كتفي، ركبتي متنيه وخلي يعني مخليه ظهري على ورا، او لو هشتغل وانا قاعده ومش قادره اشيل حاجه وانا واقفه برده بقعد على الطرف الكرسي ومعايا برده ازازتين الميه او الدمبل، اي حاجه شايلاه بس لازم تكون قد بعض. طيب انا لو هبدا هرفع الشولدر او هدفع كتفي لفوق وهنزل بالراحه، انزل بالراحه. ناس كتير كمان بتعاني من راوند شولدر، فدي حاجة احنا بنحاول نقويها. لو انا قررت التمرين ده 8 عدات لمدة يعني 4 مجموعات 8 عدات، ده هيفرق معايا. طيب بعديها هبدأ ارفع ايدي لفوق 90 درجة، لو مش قادرة اشتغل الايدين الاثنين مع بعض هشتغل الاول يمين ارجع شمال ارجع، دراعي ثابت دراعي ثابت وبطلع او كتفي ثابت وبطلع بايدي لفوق او الاثنين مع بعض مع النفس وبرجع بالراحه. هو التمرين طبعا بيبان ان هو بسيط، لكن عضلات الكتف كلها والظهر والشولدر والشاست كلهم شغالين مع بعض، بالذات الحته اللي هي بتبقى هنا دي بنشتغل لها تمرينات خاصه، لان الترايسبس طبعا الناس كلها تقول انا بقى عندي حاجات نازله، عندي اجنحه غريبه كده، فبنبدا ان احنا نحط لها تمارين كتير قوي 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 في الجيم. طيب لو انا عايزه العضله الاماميه بتاعت اللي هي البايسبس
ببدا ان انا اشغل فوق وارجع تاني، بس ما وصلش للمدى البعيد اللي هو اقصر على كوعي. أوكي. لا انا كوعي بس متني، بطلع وبنزل، بطلع وبنزل. طيب عضله الشست، الناس برضو بتشتكي الشست عندي شكله مش عاجبني، عايزه الشست يبقى شكل هو احسن. هو الشكل بيبقى ايه اصلا اللي هو يعني العظمتين يس اللي العظمتين بارزين، الشست اب مش داون، لان طبعا بعد الولاده او الرضاعه او بريست كانسر في حاجات كتير قوي بتبقى مؤثره على عضله الشست، لان هي من العضلات الضعيفه محتاجه تمرين باستمرار. اوكي طيب انا هقعد برضو ظهري مفرود، بطلع بايد وانزل، بالايد الثانيه وانزل. ده احنا يعني بنتكلم عن الناس البيجنرز خالص، او اطلع بالاثنين وارجع تاني مع النفس، اثنين وارجع تاني. هعد كام عده؟ بنعد 10 عدات ل 12 عده، بكررهم اربع مرات، بطلع وبنزل، بطلع وبنزل. طيب لو انا عايزه شكل تاني، مثلا انا بطلع لفوق الف لقدام، افتح، ارجع تاني جنب ايدي، اجين اب، افتح، انزل، الف ايدي. طيب الترايسبس بقى اللي احنا كلنا بنبقى مصممين عليها، يعني طبعا عضله كبيره بتبقى عضله مساعده في تمرينات كتير، بس انا هشغل لها تمرين خاص. انا بقف ركبتي متنيه، ظهري مايل سنه لقدام، ببدا ايدي جنب جسمي، ارجع ايدي ورا، اطلع تاني للجنب، افرد، اطلع. من اول خمس عدات هنبدا نحس بيها، واكرر برضو 10 عدات ل 12 عده اربع مرات. لو اللي مش بيتحرك الجزء اللي تحت اللي فوق من المفصل بس، يعني انا برجع لورا وارجع تاني، ارجع لورا. لو عديت خمس عدات واحنا قاعدين كده هنحس بيها على طول. حلو قوي بقى. طيب الشولدر برضو او الكتف الامامي، او ان انا مثلا بحس ان انا عندي راوند شويه، او ان انا بقيت مايله، او انا بقيت عندي حاجه مشكله في ظهري، انا برضو بقعد مايله لقدام شويه، ظهري مفرود، بطلع 90 درجه للجنب وانزل تاني. لو انا مسكت اي حاجتين نفس الوزن بالظبط وبرفعهم لفوق وارجع تاني مع النفس، وهعد برضو 10 عدات، مش قادرين على 10 في الاول هنعد 8، مش قادرين هنعد 6. لا كده نبقى كسح بقى يعني. لا ما احنا بيجنرز بقى خالص يعني. كمان ده 2 كيلو يا جماعه ده ولا حاجه. بس والله الناس بتخاف من ال 2 كيلو ده، هيعمل لي عضلات فظيعه. يا ريت يعمل لنا عضلات. هذه ثقافه بنغيرها يعني. حضرتك ما تسالش دكتور، لان الدكتور مش متخصص في القصه دي. اسال يعني ترينر، اسال حد متخصص في القوه البدنيه. الويت بجد ملهاش علاقه ان هي تخليكي او تحولك لراجل. انا نفسي كنت زمان فاكره كده، بالعكس ده هي بتخلي الشيب يبقى احلى بكتير. ده مظبوط. زي ما يجي لنا حد بيقول لنا احنا عايزين دايت، نقول لهم لازم دكتور. احنا مالناش دعوه. لازم دكتور طبعا. والتمرين بقى خلوه علينا احنا. لفوق وهرجع تاني بمنتهى السهوله والبساطه مع النفس. لو استمرينا بس على يعني كمل يعني التمارين دي، هنلاقي شكل جسمنا مختلف تماما. يعني بص، هي مش هتاخد في اليوم اي ثينك يعني تلت ساعه يوميا لو عملناها، يعني ده اقل كمان. يس، فده كمان ممكن يخلي النفسيه بتاعه الست نفسها مختلفه. يعني باي تايم طبعا الكلام ده مش هيظهر من اول اسبوع، من اول شهر، يعني ممكن ياخد من شهرين لثلاثه ان الشيب يختلف تماما، بس هيفرق جدا في النفسيه. لان احنا لسه كنا في اول الحلقه كابتن سيمو بنتكلم على هرمون السعاده. هرمون السعاده بينتج لاسباب كتيره جدا زي ما احنا قلنا، حاجات كيميكلز بس منها ممارسه الرياضه. ده كل الناس بتتكلم في الرياضه بتعمل او بتفرز هرمون معين هو الخاص بالراحة بالسعادة، ان انت بتطلع مع العرق مع المجهود كل الطاقة السلبية اللي في جسمك. فيعني الرياضة شيء بجد اساسي، يعني لا يمكن الاستغناء عنه بجد. احنا بيجي لنا ناس تقول انا جاية اتبسط، انا جاية اتبسط يعني على فكرة جملة حلوة قوي. او انا عندي مشكلة لسه جاية مثلا من الشغل متخانقة، لسه جاية من البيت عندي مشكلة، خليني اتمرن، خليني اطلع الطاقه اللي انا عندي دي في اي حاجه في التمرين. في ناس بتروح للكيك بوكسنج برضه. يس ده حقيقي، ده اللي احنا هنعمله دلوقتي. فبنقعد نقول لها اقعدي
افردي ظهرك، تخيلي ان اللي متغاظه كده قدامك، ونعمل بونش ونرجع تاني. فهنلاقي طبعا كل الناس دلوقتي شغاله، ده احسن تمرين يعني، متهيألي ده هيبقى اكتر حاجه بالنسبه لهم مريحه يعني. بس اتخيل يعني المتغاظه منه قوي قوي ده قدامي، يلا على طول ده متهيألي ممكن نعد منه 1000 عده، ده زي ال 1200 الاول. الطاقه جات لوحدها. ده حقيقي. بس التمرين ده بجد مفيد جدا عضلات يعني الصدر كلها. واحنا قاعدين بنتفرج على المسلسل، واحنا قاعدين بنتفرج على وات ايفر يعني، سهله جدا. الميزه ان انا مش مضطر اعمل او ابذل مجهود او اصرف فلوس معينه او اضيع من وقتي يعني. بالظبط. وحضرتك قاعده على الكرسي، فدي حاجه لا كويسة. ومش خايفه كمان ان انا اذي نفسي، كلها تمرينات سيفتي. صح. ما فيهاش يعني ما فيهاش استخدامات لايدين ورجلين مع بعض. دايما الناس اللي في البدايه ما بنخليهمش يستخدموا ايدين ورجلين مع بعض، الايدين لوحدها او الابر فيو. الابر فيو بالظبط، واللور بودي فيو. وبعد كده نبدا بعد فتره يكونوا خلاص يعني اخذوا يعني التمرين وانطباعاته وفاهمين ازاي، عشان ما حدش ياذي نفسه. طيب احنا قدامنا دقيقتين، فهاخد منك وانت بتتمرني بعض المعلومات برضو. امتى نمارس الرياضه دي في اليوم؟ بعد ما نفطر مثلا؟ وبعد ما نفطر بقد ايه؟ ولا قبل ما نفطر يعني؟ خلينا برضو نعرف التوقيت الامثل ليها. بصي، هو دايما انا بسال الشخص اللي معايا يومك ماشي ازاي، بتحب تتمرن امتى، بتحب تفطر امتى. في ناس تقولك انا ما اقدرش اخد اي حاجه الصبح، فاحنا برضو بنغير في الثقافه. لا، احنا لازم قبل التمرين من ساعه ونص لساعتين ناخد وجبه الفطار بتاعتنا، حاجه تدينا انرجي في التمرين، حاجه تدينا يعني طاقه عامه عشان نقدر. مثلا موزايه مع الفطار او كده، قبلها بقد ايه بقى؟ الموزايه مش هتديني مشكله يعني ان هي مش هتقدر تتهضم وكده، لا بالعكس. ده بالظبط كده. والكافي برضو قبل التمرين. والكافي برضو في ناس بتحب تاخدها، وفي ناس برضو تقولك بعد التمرين اكون خلاص انا اوريدي فقت او اوريدي قمت. لا، هو بس انا بدخل جسمي في الاول حاجه اكلها، تبدا يبدا معدل الحرق بتاعي يشتغل. فلما هروح التمرين انا خلاص انا جاهزه يعني. ابدا بقى نحرق. بس بعد التمرين بقى احنا بنقول ايه؟ طبعا عندنا فايبرز بدات تتقطع بقى، وبدات ان هي يعني العضلات والحاجات، احنا عايزين نعوض اللي احنا عملناه في التمرين. الناس بتطلع تاكل كتير جدا جدا، جعانه، فقدت كميه كالوريز في التمرين كبيره. لا، يعني نهتم قوي باكل بروتين لو احنا الصبح بيضه، يعني الحاجات اللي هي فيها البروتين الاولانيه ده. بعد لو احنا بعد يعني الظهر او العصر الغدا بناكل فراخ، الحاجات اللي هي برضو مشاوي. مش مقلي بالظبط. لا طبعا مشاوي طبعا. كلها. واكل طبعا لازم يكون صحي. التأثير كمان على حياتنا في الاكل الثقيل ده بيعمل وخم يعني، ما بيبقاش حاجه ما بيبقاش حاجه اكل. بيجيب كسل ده فرشور يعني. بالظبط. فاحنا دايما بننصح بعد التمرين ناخد بروتين، قبل التمرين ناخد اي حاجه فيها كارب او اي حاجه فيها سكريات تديني انرجي في التمرين، ان انا اقدر ان انا اكمل التمرينه بتاعتي كلها. سكريات طبيعيه مش سكريات. لا طبعا سكريات طبيعيه. ايوه. يعني تمر، عسل طبعا ابيض طبيعي طبعا، من غير الحاجات اللي هي بتبقى مخلوطه بسكر وحاجات دي. الفواكه برضو فيها يعني سكريات اوليه. حلو جدا. حاجه بس ان انا ما بقاش داخله التمرين حاسه ان انا محتاجه اهضم الاكل ده، ما لو اكلت تقيل كل الدم بيروح للهضم، بنيجي في التمرين تعبانين جدا. تعبانين جدا. صح. فبنقول لهم لا بلاش، ناخد بس حاجه هيلث كده الصبح، ونبقى احنا بادئين يومنا طبعا بالسعاده اللي احنا دايما بنتكلم عليها، عشان النفسيه فعلا بتاعت السيدات الفتره دي محتاجه ان احنا شويه نشتغل عليها. في عونهم والله. يوقف عنا كلنا بجد والله. المراه شيء او كائن عظيم وروعه والله العظيم. ده مش عشان احنا يعني النساء او بنات، لا انا بجد لا بشوف احنا ان النساء برضو المراه احنا برضو. المراه حماله وحد بجد يستحق زي ما بتقال لي كده شابوه. يس. يعني ربنا معانا، ربنا يسعد جميع السيدات ويسعدنا جميعا، عشان احنا لو انبسطنا الباقي هينبسط والله. والله احنا يعني معدل الميزان بتاع هرمون السعاده لو الرجاله تعرف دي، اسعدونا هتنبسطوا والله بجد. وطلباتهم بسيطه والله يا ملو. اهتمام اهتمام بالزبط. كلمه حلوه دلع. الحاجات دي كلها بتفرق طبعا في صحه المراه وصحه زوجتك وبنتك ووالدتك، الحاجات دي بتفرق جدا. كل حال نورتينا بجد كابتن سيمو يعني، وتبقى مكرره بقى معانا باذن الله. اكيد ان شاء الله يعني. نهارك سعيد ان شاء الله، ويومك يا رب يا رب يا رب علينا جميعا. فاصل سريع ونرجع نكمل مع حضراتكم بقى اخر فقره معانا النهارده. يا اهلا بكل حضراتكم في ثاني واخر فقراتنا الحواريه في حلقه النهارده من 10 الصبح في الاهلي. وطبعا الاهلي بيواصل انتصاراته بالفوز على غزل المحله.
نتيجة 3-2. كلام كتير جدا هنتكلمه عن هذه المباراة وعن فنياتها وكمان تقييم أداء الحراس إلى جانب تقييم حراس المنتخب والمسابقة بشكل عام. الكلام ده كله هيكون مع كابتن ياسر مصطفى اللي منورنا وهو مدرب حراس شباب النادي الاهلي السابق. صباح الفل على حضرتك. صباح الفل يا استاذ كريم، سعيد اني موجود مع حضرتك. والله احنا بجد اللي بنسعد موجود هنا في بيتنا في قناه الاهلي ومع الاستاف الجميل ده مع النجوم الكبار دول. الواحد بيبقى سعيد لما بيبقى موجود معاكم فعلا، يعني ببقى سعيد جدا. صح. لا واحنا بنبقى سعدة ان حضرتك دايما كده بتيجي تفاجئنا. لا والله طبع لك واحده ولا لا؟ ايوه طبعا طبعا. لا لا كابتن ياسر معلقها بقى على الحيط عندنا بقى، وكل واحد موقع. لا ميرسي والله، كلك ذوقك. ما جاي جبت الطايه بقى على الفيسبوك. ايوه طبعا. طبعا في البدايه خلينا نبدا كده بامبارح، ومباراه جميله بس كنا على اعصابنا. يعني احنا ملوك الدقيقه 90 ما عندناش مشكله، على اعصابنا مش واثقين، ولكن ايه قلقانين، عندنا نوع من يلا بقى، يعني عايزين نكسب، عايزين نحققها، عايزينها تتم. فامبارح بتشوف ازاي برضو المباراه من ناحيه الاهلي تحديدا، وبعد كده ممكن نتكلم طبعا على الفريق الاخر لانه برضو ادى بصراحه يعني اداء كويس جدا امبارح. طبعا انا هتكلم على حاجه مهمه جدا في الدقيقه الرابعه وقت ما المحله تعادل مع الاهلي. دي كانت نقطه مهمه جدا لو حضرتك تجيبي على الجمهور بتاع النادي الاهلي، كان النادي الاهلي اللي جاب الجون هو ده النادي الاهلي. يعني احنا بدانا من حيث انتهى اللقاء. ليه؟ لان جمهور النادي الاهلي هو الدفعه المعنويه الكبيره للنادي الاهلي. هكذا يكون لعيبة النادي الأهلي، هكذا يكون جمهور النادي الأهلي. فأنا بقول ليه تعادل المحلة جمهور كأن الأهلي اللي جاب جون، لأن أنا وأنا قاعد بتفرج كان عندي ثقة كبيرة جدا الأهلي هيكسب. ودي أول ثواني. ليه؟ لأن دفعة الجمهور والدفعة المعنوية والنادي الأهلي على أنت عارف إن حضرتك إن في معلومة إن النادي الأهلي ما كسبش المحلة في المحلة من سنة 2008. يعني بقاله الملعب ده، انا كنت برضك قبل كده مسكت نادي طنطا مع كابتن وسام عربي ولعبنا فيه الاهلي، ملعب ضيق جدا. نادي الاهلي بيعتمد في لعبه على اتساع الملعب دايما، اتساع الملعب، لكن ملعب المحله طبيعته ضيقه شويه، فيعني اي فرقه تقدر تدافع فيه كويس. مش حلوه يعني، في بعض المشاكل على مر السنين يعني. لا وطبيعه الملعب يعني ضيق شويه، فبيخلي اي فرقه بتلعب بتعمل اتساع الملعب زي النادي الاهلي بيكتفها. الله ينور عليك. فطبعا دي كانت نقطه مهمه جدا. طبعا نبدا نتكلم على المباراه نفسها. طبعا الكابتن عوده ما عملش زي ما انا كنا متوقعين ان هو هيعمل ديفنس وهيدافع. لا ده عمل دفاع متقدم ولاعب الاهلي مباراه مفتوحه. بنحييه طبعا كابتن عوده وبنحيي فرقه المحله، لكن طبعا هو بيلعب النادي الاهلي. النادي الاهلي فريق كبير عنده عناصر كويسه جدا. الاهلي بطبيعه الحال بعد الجون الثاني تحس ان اللعيبه هديت شويه، اطمنوا المباراه. حتى موسيماني بدا يعمل تغييرات كان فيها اللي انا مستغربه جدا، طلوع شريف في الدقيقه 72 نزول حسام حسن. يعني كان انا شايف انه كان يعني شريف ماشي كويس. هو بند تغييرات كابتن موسيماني الجمله دي اتكررت الفتره اللي فاتت اكتر من مره بعد اكتر من لقاء، وكلها دايما بتكون مصحوبه بشيء من علامات التعجب او الاندهاش. صحيح. ده مش موضوع يعني يستحق التامل من وجهه نظرك؟ هو كلام حضرتك مظبوط جدا، لكن طبعا احنا يعني ايه احنا بنتفرج من بره، لكن هو اللي معاشر اللعيبه، هو اللي بيحضر معاهم التمرين، هو اللي شايفهم كويس جدا، فبالتالي هو بيعمل من وجهه نظره. كلنا مديرين فنيين، كلنا بنتفرج على الكوره، كل حضرتك ممكن تعمل تغييرات وانا اعمل تغييرات والنجمه تعمل، لكن اكيد هو اللي معاه العصايه، هو اللي اكيد اللي مع الفرقه. لكن طلوع شريف كان يعني شايف غريب. انه كان غريب شويه. يعني وبرضك مكسوني لسه ما عبرش عن نفسه بشكل جامد جدا، كان عندنا عمار حمدي، عندنا وليد، يعني الاثنين دول يقدروا يعملوا شغل اكتر شويه من مكسوني برضك. يعني مكسوني من اللعيبه اللي ما عبرتش لسه، يعني حاسس ان عنده حاجات كتير لسه ما شفناهاش لسه. لكن بطبيعه الحال مباراه جيده جدا. موضوع ان الاهلي يكسب في الدقيقه ده الطبيعي بتاع النادي الاهلي، ان احنا نكسب في اخر دقيقه. واداء الفرقه في شكل عام بعد الجون الثاني هو يعني هدي شويه، لكن برضك ما نغفلش ان كابتن عوده لعب مباراه مفتوحه. ما عملش زي المدربين التانيين قفلوا ولعب مقفول ومستني يتغلب. لا هو لعب واشتغل وعمل مباراه جيده جدا طبعا، وعنده لعيبه كانوا كويسين جداً رقم 32 امبارح، انا مش عارفه اسمه بصراحه، بس هو كان بيلعب برضو
بشكل كويس. عبد يحيى المهاجم 32 تقريبا. عبد يحيى مهاجم هو من افضل لعيبه المباراه. عبد يحيى وديانج في النادي الاهلي كان هايل. لا ديانج ده يعني براند قصه تاني. المباراه ال100 مع الاهلي كمان يعني لا واداؤه كمان ممتع لما بيبقى فايق. ديانج اداؤه ممتع كمان, بتحس بالاستمتاع وهي الكوره معاه, عاوز الكوره تروح له بصير قطيع بيشتغل على الجون كويس. لا لعيب كبير ديانج, من اللعيبه المهمه في النادي بس حضرتك قلت اكتر من مره وبشيء ملحوظ من الثقه, فكره ان احنا عارفين ان احنا هنفوز حتى ولو كنا في اخر دقيقه, ودايما بقى معروف كمان بالذات في الفتره الاخيره بموضوع بلس 90 مع النادي الاهلي. بقدر ثقه الجمهور في قدره النادي الاهلي على انهاء المباراه حتى في الثواني الاخيره منها, مش هيبقى الاريح للجمهور لو كان النادي الاهلي حاسم اللقاء من قبلها؟ يعني ليه نقعد على اعصابنا لغايه اخر ثانيه؟ طبعا كل مباراه وليها ملابساتها, بس بقى الموضوع متكرر يعني برضو الواحد يسال, مش الاولى والاريح لكل الاطراف ان يبقى الموضوع خلصان من بدري؟ هنرجع تاني للسؤال اللي حضرتك سالته, ليه دايما بنقول ان موسيماني بيعمل تغييرات يعني ايه فيها تعجب شويه؟ هو بعد الجون الثاني هو موسيماني اطمن للمباراه, وهي دي مشكله يعني. هو اطمن للمباراه, حس ان المباراه خلصت وعاوز يدي فرص للناس اللي ما بتلعبش زي حسام مثلا, عاوز يديله شويه. فهي دي النقطة اللي عملت اريحية شوية بالنسبة للفرقة. لكن نرجع بالنسبة لان احنا ليه عندنا طمأنينة؟ احنا عندنا لعيبة على مستوى عالي جدا, عندنا ثقة في اللعيبة بتاعتنا, عندنا ثقة في الجهاز الفني, فبالتالي بيبقى وانت قاعد بتتفرج مطمن ان شاء الله هنكسب. هو طبعا كل حاجة بإذن الله, بس ان شاء الله هنكسب. هي ثقة في الفريق. أيوة عندنا ثقة كبيرة جدا بحكم ان احنا يعني النادي القارن, بحكم ان احنا يعني النادي الاهلي, فدايما بيبقى عندنا ثقة دايما ان عندنا دايما على مر العصور مهاجمين بتقدر تعمل الفرق في الوقت بدل الضيع ده. فدي نقطه مهمه جدا جدا يعني. لكن بالنسبه لان احنا يعني ليه اتزنقنا في المباراه, يعني ترجع لظروف المباراه نفسها, ترجع لارضيه الملعب, ترجع للفرقه اللي كلها بلعيبه فرقه كبيره جدا بقياده مدير فني كبير. فطبعا كل العوامل دي ادت لان المباراه يعني حصل فيها كده يعني. حتى الجون الثاني اللي جه في النادي الاهلي لما تشوف حضرتك قبل ما يتعمل الاوفر مين اللي راح غطى مكان معلول؟ قفشه. قفشه اصلا مش باك, لكن هو عشان لعب على الطرف فظروف اللعبه خليته هو اللي يرجع يدافع. فلما يرجع يدافع قفشه برضك مش لعيب يعني يقدر يعمل تاكل ان يقدر يعمل كده, لا هو يعني حتى لعبه كلاسيك. فهو طبعا حتى لما دخل يعني ما هاجمش الراجل بقوه وعاوز يقطعها بالشياكه, فطبعا الراجل عمل الاوفر منه. فطبعا يعني دي ترجع برضك لشغل المدير الفني ان هو حط قفشه شويه على الطرف, وهو اصلا بطبيعته يحب يلعب تحت اللاين فاوت شويه. فدي هي اللي يعني شويه عوامل في التغييرات كده زي ما حضرتك قلت هي اللي عملت المشكله شويه. طيب خلينا ننتقل بقى للمنتخب وحراس المرمى تحديدا, لان ده مهم قوي نتكلم فيه وحضرتك معانا. احنا اتكلمنا يمكن قبل كده عن ابو جبل وعن الشناوي والحديث عنهم يعني مطول, لكن انا برضو عايزه اروح لصبحي وعايزه اروح لجاد مثلا على سبيل المثال, وعايزه اروح لبسام. الحراس دول برضو يمكن تألقوا مؤخرا لكن يمكن محتاجين فرصه اكبر. خلينا نقيم مع حضرتك برضو كابتن ياسر اداء كل واحد فيهم. هو طبعا احنا لما نيجي نقيم الحراس عموما يعني احنا هنقول ايه اكتر الحراس دخل فيها اهداف مين واكتر الحراس اللي بس ده كل ده بقى في المذكره دي اللي جايبها لنا. ماشي مع حضرتك اهو. دايما لغه الارقام ما بتكذبش. انا بحب الستايل ده. ماشي. احنا لما نيجي نقول مثلا جاد اجاد في مباريات كتيره جدا, وحارس واعد انا بعتبره من الحراس الجيدين جدا. ودخوله المنتخب ده احنا كنا متوقعينه في الحلقه اللي كنت مع حضرتك قلت ان المفروض ان جاد وصبح يخشوا المنتخب, قلنا ده فعلا. بالتالي الحضري يعني راجل اللي بيشتغل كويس وبيحضر وبيحضر الماتشات, هما فعلا كانوا يعني المفروض يخشوا المنتخب. لكن طلوع بسام وابو جبل المره دي المفروض كنا ندخل حد تاني مع الشناوي, يعني دلوقتي موجود في المنتخب في كاس العرب ثلاث حراس, الشناوي محمد صبحي ومحمود جاد. انا كنت اتمنى من الحضري ان هو يدخل كمان واحد من الكبار اللي هم ممكن جنش, ممكن عامر الزنفولي, اكرامي, مسعود, محمد صبحي موجود معاهم, يبقى اثنين كبار واثنين شباب على اساس ان احنا نبدا الشباب دول ياخدوا خبرات المنتخب, وجودهم مع اللعيبه الكبار يقدر يتقلوا بمعنى الكلمه بتاعت الكوره يعني يتقلوا شويه, يبقى عندنا اثنين شباب واثنين كبار, يبقى عندنا المستقبل ان شاء الله على المستوى البعيد بشكل كويس جدا. لما نبدا نتكلم على الارقام اقل حراس دخل فيها اهداف هنتكلم, يبقى عندنا رقم واحد سواميكا اللي هو عامر. طبعا هو عامر مؤدي اداء كويس جدا لكن باستثناء مباراه اول امبارح طبعا
الاخطاء وارده وبنتمنى له ان هو يتجاوز الخطا بشكل كبير جدا. احنا بنتكلم في اقل الانديه دخول اهداف فيه بدايه سيراميكا. سيراميكا تاني حاجه البنك الاهلي الزنفولي. الزنفولي كان بيلعب معايا في اسوان حارس مرمى جيد جدا بيجتهد بيشتغل على نفسه ادى اداء مباراه امبارح بشكل كويس جدا ضد الزمالك شكله كويس جدا. عندنا بيراميدز طبعا اكرامي لعب بدا المباريات وبعدين اتصاب وبعدين رجع تاني لعب من امبارح شكله كويس جدا اداؤه ملتزم. المصري عندنا مسعود بردك اداؤه يعني مش ثابت قوي اتمنى من مسعود ان هو اداؤه يثبت اكتر من كده عنده مستوى اعلى من كده بشكل كبير جدا. النادي المصري امبارح كسب اتمنى ان دي تبقى بدايه ليهم يعني بالنسبه لمسعود. عندنا فاركو محمد صبحي شكله كويس اداؤه كويس جدا المباراه اربعه وعليه اربعه يعني يعني اداؤه معقول يعني بالنسبه لخمس ماتشات يعني اقل من واحد في المباراه يعني فاداؤه كويس. بالنسبه بقى للحراس اللي دخل فيها اهداف كتيره جدا الدخان عمرو حسام دخل فيه 14 هدف 14 وليه 3 يعني عليه 14 ده رقم كبير قوي بصراحه. فطبعا وهم ما كسبوش ولا ماتش لحد دلوقتي اتغلبوا الخمس ماتشات. هو كان بوسكا لعب ماتشين الاولانيين وبعدين عمرو حسام بقى له 3 ماتشات بيلعب. الارقام الكبيره دي بتبقى مرجعيتها بس الحارس المرمى يعني لا طبعا هل بيتحمل منفردا نتيجه او عواقب دخول 14 هدف في مرمى ما نعرفش الملابسات اللي دخلوا فيها ال 14 هدف دول ماشي عاملين ازاي. هو كلام مظبوط داخل فيها من اول اللاين فيرود يبقى عندك مشكله كبيره في الدفاع مثلا. بس احنا دلوقتي بنحلل مستوى الحراس فلازم نتكلم بالنسبه للارقام على الاهداف اللي دخلت مرمى. ما الارقام دي ممكن تبقى مجحفه في بعض الاحيان لو احنا خدنا في الاعتبار ان ممكن تبقى نتيجه اخطاء الغير. عموما خلينا نرجع للنقطه دي. اقول لحضرتك استاذنك بس احنا معانا يعني لايف فيو مع زميلنا العزيز كريم احمد الموجود حاليا في ملعب عشان نتابع معاه اخر المستجدات وتدريبات الفريق. كريم صباح الفل عليك اتفضل احنا سامعينك. صباح الفل عليك زميلي العزيز كريم وكل التحيه للزميل العزيز نهواندو ايضا كمان تحياتي كابتن ياسر مصطفى متواجدين طبعا كالعاده في مقر النادي الاهلي بالجزيره وملعب مختار التتش من غطي طبعا الاستعدادات الاخيره لفريق النادي الاهلي لمباراه سموحه القادمه. لكن قبل الحقيقه قبل ما نتكلم على الاستعداد لابد ان احنا نوجه كل التحيه والتقدير لكل لاعبي النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي والجهاز الفني على اداء المباراه الاكثر من رائعه ان لم تكن هي الاصعب في الدور الاول وهي مباراه المحله. شفنا اصرار كبير وعزيمه كبيره جدا لعيبه النادي الاهلي المباراه راحت وجد لكن شخصيه النادي الاهلي حاضره في كل المباريات روح الفنان الحاضره حاضره في كل المباريات وده الامر اللي بياكد عليه الجهاز الفني الكابتن سعيد عبد الحفيظ. كل المباريات صعبه مفيش مباراه سهله في بطوله الدوري العام بالعزيمه وبالجهد الكبير نقدر ان احنا نتخطى كل الصعاب. شفنا شراسه هجوميه كبيره جدا وشفنا حماس كبير من فريق المحله اللي بنتمنى في كل المباريات يكون بهذا الشكل وكل الفرق الحقيقه اللي بتلعب النادي الاهلي تتمنى كان يكون في هذا الشكل الكبير جدا. لكن عايز اتكلم طبعا على نقطتين مهمين جدا قبل ما نتطرق طبعا للتدريب ومدى طبعا جاهزيه اللاعبين لحاله للمباراه قادمه. نقطتين مهمين جدا زميلي كريم وزميلتي نهواندي هي علي معلول وحسام حسن. الكل طبعا عايز يطمن في البدايه على علي معلول بنطمن بقى كل جمهور للنادي الاهلي. الناس راحت قالت علي عنده مزق في العضله الضمه عنده شد في العضله الضمه. تصريحات طبيب النادي الاهلي احمد ابو عبلع علي معلول عنده اجهاد بسيط جدا في العضله الضمه 3 ايام هيكون راحه ومنها لعلاج طبيعي بسيط جدا يستغرق 3 ايام اخرى على يعني 10 ايام بكثير او ان شاء الله علي معلول يكون مشارك ويعود بقوه ان شاء الله لفريق النادي الاهلي. كنا عايزين نطمن بشكل كبير جدا على الضمه لان هي يمكن حساسه شويه مع اللاعبين وبقيمه علي معلول الكبيره ومجهوده الكبير فالحمد لله طمنا على علي معلول في البدايه. حسام حسن كدمه قويه جدا في الركبه وليس اي امور اخرى الحمد لله كانت الاشعه يمكن احمد ابو عبله كالعاده طبعا والجهد الكبير الجهاز الطبي اللي بيقوم بيه النادي الاهلي مباشره عقب انتهاء المباراه توجه حسام مع طبيب النادي الاهلي احمد ابو عبله لاجراء الاشعه والحمد لله الاشعه طمنا عليها ما فيش اي امور لحسام حسن. يمكن دموعه بس هي اللي يمكن قلقت الناس شويه لان انت عارف الركبه طبعا زميلي كريم زميلتي فيها طبعا متشعبه شويه يمكن الناس بتروح في غضروف في صليبي في خارجي في داخلي لكن الحمد لله هو كدمه قويه جدا في الركبه لكن من 5 ايام لاسبوع حسام هيكون مريح. احنا عارفين طبعا ان خلاص الدوري هيتوقف بعد مباراه سموحه فيعني يعني الفتره اللي جايه دي كلها ان شاء الله لعيبه النادي الاهلي كلها تستعيد قوه من جديد اللي بيتاهل يتاهل واللي يمكن هيعود من جديد لمنتخبنا طبعا للمشاركه في كاس العرب. لكن حبيت ان انا اطمن كل جمهور النادي الاهلي على حسام وعلي معلول طبعا هنفقدهم في مباراه سموحه وهنفقد كمان عمرو السوليه لحصوله على 3 انذارات يمكن 3 لاعبين
اللاعبين طبعا قيمه كبيره جدا، لكن الاهلي بمن حضر في كل مباراه، مباراه سموحه لا تقل صعوبه واهميه عن المباراه الماضيه وهي مباراه المحله. يمكن طبعا لو بنرجع بالذاكره يمكن كان عندنا ازمه في فقدان طبعا موسم الدوري طبعا في مباراه سموحه ومباراه المحله، فلكن الاداء المميز اللي بيقوم به النادي الاهلي، والحقيقه بيتسو موسيماني كمان يعني معلومه هنقولها سريعا، في 71 مباراه لبيتسو موسيماني كقيادته الفنيه للنادي الاهلي احرز النادي الاهلي 151 هدف. ده مؤشر كبير جدا ومهم جدا ان النادي الاهلي في طريقه الى الامام، طريقته هجوميه. بيتسو موسيماني مميز جدا الحقيقه في القراءه، شفنا ميكيسوني في نزوله وتوقيته وهو اللي يمكن كمان كان سبب في ركله اللي احرز منها علي معلول الهدف، فيمكن الحمد لله قراءاته الفنيه رائعه جدا. ثقتنا كبيره جدا في بيتسو موسيماني، ودي الحقيقه اللي كان جمهور النادي الاهلي امس في المدرجات اللي كان ليه دور اكثر من رائع. كنت معاكم في المداخله الاخيره اللي كانت قبل المباراه وقلنا دور الجمهور مهم جدا، وشفناه، شفنا الجمهور في 40 و50 ثانيه قدر ازاي ان هو يرجع فريق النادي الاهلي من جديد، وقدر ان هو يحمس اللاعبين ويقدر ان احنا نفوز في مباراه كانت صعبه جدا، ما كسبناش في ملعب المحله من 2008 13 سنه، ده يعني سنين كثيره جدا لفريق النادي الاهلي. لكن النادي الاهلي قادم، النادي الاهلي بمن حضر، كل لعيبه النادي الاهلي عارفه اهميه الجمهور وعارفه ان يعني ايه المزاج العام لجمهور النادي الاهلي بيتغير في ثواني بسيطه جدا. فكان الامر المهم جدا امس ان لعيبه النادي الاهلي تروح، كل جمهور النادي الاهلي اللي متواجد في الاستاد واللي متواجد في البيوت بيتفرج على المباراه يكون سعيد وفرحان على اداء لعيبه النادي الاهلي المميز والرائع، ويا رب ان شاء الله القادم يكون افضل للنادي الاهلي، ونقدر في مباراه سموحه نحقق كمان 3 نقاط من 6 مباريات، نحقق 15 18 نقطه ان شاء الله باذن الله. يا رب ان شاء الله النادي الاهلي يستمر في ادائه المميز خلال المرحله القادمه. تدريب النادي الاهلي في هذا التوقيت هيكون تدريب بسيط لكل المجموعه اللي شاركت في المباراه، لكن هتكون جرعه تدريبيه كامله لكل اللاعبين اللي لم تشارك في المباراه، مباراه امس وهي مباراه المحله. رائع جدا يا كريم، بنشكرك على هذه يعني التغطيه ومستمرين اكيد معاك، وطمنتنا برضو لان كنا برضو كابتن ياسر قلقانين على علي معلول، حاجه طبعا حاجه ما كانتش حابينها، ده احنا لسه كنا بنقول الحمد لله القايمه بتاعتنا بدون اصابات، فيعني الحمد لله على كل شيء. ايوه، وعلي معلول ممكن عشان لسه جاي بعدك من منتخب تونس وبيلعب مباريات على طول باستمرار، وهو حتى جايب في مباريات منتخب تونس جايب هدف هايل عالمي، فهو من اللعيبه اللي بتلعب على طول، لكن انا اللي كنت بيلعب بفول باور وبضمير صحي جدا، ومش مثلا مباراه تحس ان هو ايه بيستسهل فيها. لا صحيح صحيح صحيح، فهو لعيب كبير، وعلي معلول بنعتبره ابن من ابناء النادي الاهلي، يعني بلده الثانيه بلده مصر، واحنا بنعتبره ابن النادي الاهلي. وعلي من اللعيبه اللي عندها زي ما الكابتن كريم قال باور وعظيمه وقوه، تحس ان هو مولود في النادي الاهلي. حلو جدا، نرجع بقى مره ثانيه للحراس، هنرجع بالنسبه للكابتن كريم لما قال يعني موضوع الاهداف لما بتخش عددها ممكن يكون في اسباب ثانيه غير حارس المرمى، انا مع حضرتك في الكلام دوت، لكن دائما لما بنيجي نحلل الحراس بنحلل بالارقام، لغه الارقام لا تكذب يعني، فاحنا دلوقتي بنتكلم بالارقام، فاحنا لما نقول الشهير الدخان 5 مباريات دخل فيهم 14 هدف، مش بنحمل الحارس ال 14 ده، لكن احنا بنقول ان هو دخل في المرمى بتاعهم 14 هدف، فبالتالي بيبقى اخطاء دفاعيه، نص ملعب، لاين فورد، كل الناس مسؤوله طبعا. فبالتالي نتكلم بقى عن النادي الاسماعيلي، وبالمناسبه النادي الاسماعيلي الثلاث حراس منه من ابناء النادي الاهلي، يعني احمد عادل عبد المنعم، عمر رضوان، فوزي، الثلاثه من ابناء النادي الاهلي، علشان الناس تبقى عارفه ان يعني حراس النادي الاهلي متواجدين في كل الانديه، والثلاث حراس بتوع النادي الاسماعيلي من ابناء النادي الاهلي. طبعا النادي الاسماعيلي طبعا لحد دلوقتي موقفه الجدول مش كويس، دخل فيهم 9 اهداف، لعب احمد عادل عبد المنعم 3 مباريات، وبعدين لعب فوزي مباراتين. النادي الاتحاد السكندري عبد المنصف دخل فيه 9 اهداف. عبد المنصف عمل رقم قياسي السنه دي ان هو لعب 25 موسم متتالي، فده رقم بالنسبة هو عبد المنصف بصراحة قصة يعني. أيوه. خليفة زي ما بتقال الحضري، فكرة برضو السن 44 سنة وداخل في 45 سنة، يعني هو بيعمل شغل هايل جدا، بحييه من هنا وبشد على ايده، وعامل مستوى كويس جدا جدا جدا. هنيجي بقى الام بي، عندنا محمود جاد حارس واعد، شاب ممتاز، اداؤه في الملعب في هدوء، عنده تمركزات هايلة، بنحيي المدرب بتاعه خالد خليل. عندنا الجونه طبعا يعني اسلام طارق لعب معايا في طنطا، حارس كبير جدا، لكن هم مش موفقين، حتى امبارح غلبوا 3، هم يعني عندهم احسن من كده لكن هم لحد دلوقتي مش موفقين. واعتقد ان ممكن يبقى في تغيير في الحراسه في المباراه الجايه، لان اسلام لعب كده 5 ماتشات، عندهم عماد السيد جاي من نادي الاتحاد، ما اعرفش يعني، لكن اسلام برضك عامل ماتشات كويسه جدا، الماتش اللي قبل فات عامله بشكل كويس جدا.
هنيجي بقى نقول النادي الاهلي. الاهلي ده احنا 14 هدف. هو بقى النادي الاهلي لازم ناخده في حته لوحده لحد دلوقتي. ده احنا حاجه يعني اكتر نادي حافظ اهداف هو النادي الاهلي له 14 هدف وعليه 5 اهداف. طبعا ده عدد كبير جدا من الاهداف. هو اكبر نادي حصل اجاب اهداف كتير جدا. حلو طبعاً. جدا. فلما نيجي بقى نستعرض الحراس بشكل عام في الدوري نبدا ناخد بترتيبهم. عندنا بيراميدز اكرامي وكان بيلعب قبليه مهدي سليمان. الاثنين حراس كبار وادائهم لحد دلوقتي ماشي بشكل كويس جدا. عندنا الزمالك في تغييرات كل شويه في الحراسه بين ابو جبل وبين عواد. فطبعا يعني عواد اللي لعب امبارح. غزل المحله عمرو شعبان حارس كويس جدا لكن ما كانش يعني امبارح يعني موفق قوي. لكن هو على المستوى على المباريات كلها لكن بشكله كويس جدا. لكن في مباراه الاهلي امبارح تحس ان هو مخضوض شويه لان هو لسه سنه صغير. الهدف الاولاني اخطا فيه لكن حارس كويس يقدر يرجع بسهوله جدا. عندنا سيراميكا كليوباترا عامر دخل فيه لحد دلوقتي 3 اهداف. عامر من الحراس اللي دايما انا بتكلم عليهم من ايام ما كان في الانتاج. حارس كبير لكن اتمنى ان هو يرجع تاني لمستواه الماتش بتاع اول امبارح. يعني مش هو ده عامر اللي احنا نعرفه. هو عامر كام سنه؟ سوري يا كريم كام سنه دلوقتي؟ 34 سنه. كنت عايز اسالك ليه ساعات كتير بنلاحظها وبالذات في مركز حارس المرمى لما يكون حارس مرمى بيأدي مهام البوزيشن بتاعه في الفريق اللي هو كان معاه بقاله فتره طويله بيأدي بشكل ما لكن لما بيروح فريق تاني دايما بنلاحظ تدني كده في المستوى. يعني الحكايه برده فيها بعد نفسي شويه. فكره ممكن. التاقلم مع الفريق الاصلي اللي انا كنت بتدرب معاه وبلعب معاه لسنين طويله من عمري. يعني بتلاقي حارس متالق جدا مع فريقه في حال بقى اعارته لاي فريق تاني او بيعه لفريق تاني او حتى احترافه في بعض الاحيان برده ما بيكونش بنفس القدر من التالق. ليه؟ هو يعني دي بتبقى بنسب. يعني انا بعتبرها بنسبه 20% مش 100% ولا 50% ولا 60%. لان ممكن يكون عامل نفس ما حضرتك قلت كده. ممكن يكون هو متاقلم مع الفريق بشكل كبير جدا لكن انا مش مع نغمه الفرقه لسه يعني مش منسجمه مع بعض. الكلام ده قديم قوي في الكوره. ليه؟ لما حضرتك دلوقتي المنتخبات بتعمل ايه؟ بتتجمع وتلعب في 10 ايام مباراتين. ما هو كل اللعيبه دول بيجوا من كل الانديه. مفيش انسجام؟ مفيش حاجه اسمها كده. يعني الكلام ده قديم. كل مدرب يتغلب له ماتشين ثلاثه يقول لك اصل احنا لسه الفرقه ما انسجمتش اصل لسه الفرقه. الكلام ده مش حقيقي. هم المفروض يكونوا محترفين فعلا. يعني يبقى في فتره اعداد وفي مباريات وديه وفي الكلام ده. لما المنتخبات بتتجمع في 10 ايام وبيلعبوا ماتشين طب يعني فين بقى؟ ما بنقولش ليه بقى الكلام ده كله؟ هي ايه يعني الموضوع عامل نفسه والله يتقال في وقت من الاوقات. لا هو بيتقال على طول اللي هو ايه برضه للانسجام فكره الانسجام واللعيبه مع بعض وبتاع. طب انت جايبين لعيبه من دول ده ولا ايه رايك انت؟ ايه ده؟ انت حضرتك مقتنع بالكلام ده؟ بالتبرير ده؟ لا طبعا. لان انا بكلمك ان هو بيتقال. ايوه وانا بقول لحضرتك ما بيقنعش. اي نعم بس بيتقال. فكره انه بيتقال انا عارف اللي هو الشماعه الخايبه اللي بتعلق. أيوة. عليها حاجات مش مظبوطه. يعني مدرب بيتغلب له ماتشين ثلاثه يروح طالع يقول لك اصل لسه الانسجام اصل لسه احنا جايبين فرقه جديده. طب ما المنتخبات بتتجمع في اسبوع وبتلعب ماتش وماتشين في اسبوع. بعدين ده دورك تعمله خلف يعني خلف الماتشات اللي بتتلعب. وبعدين حتى دور يعني دور المدرب بتاع الانديه اسهل من دور مدرب المنتخب. دور مدرب الانديه عنده فتره اعداد وعنده معسكرات وعنده ماتشات وديه. يعني عنده حاجات كتير جدا. لكن بتاع المنتخبات 10 ايام وبيجمع. على كل حال احنا برضو عندنا اسئله لسه كثيره بس هنروح فاصل سريعا عشان الاذان وهنرجع نكمل مع كابتن ياسر. كابتن ياسر مصطفى لسه منورنا ونرجع بقى لموضوعنا. وكان فيه كده برضو سؤال عايزه اعرفه انا وكريم منك اجابته. يعني مين الحارس الجديد اللي انضم للمنتخب؟ هو طبعا محمود جاد هو اللي انضم حديثا للمنتخب حارس مرمى انبي. وده زي ما قلت لحضرتك الحلقه اللي كنت موجود مع حضرتك فيها احنا اتكلمنا ان قلنا لازم ان هو ينضم لانه ادى اداء شكله كويس جدا. بس ما كان كلام وقتها كان كان لسه كلام. احنا كنا مرشحينه بس توقعات حديديه. فالحمد لله يعني. ايوه وكان صبحي على فكره كان لسه برضك ما انضمش. كان موجود الشناوي وبسام والهاني سليمان و ابو جبل. احنا قلنا عاوزين صبحي وعاوزين جاد على اساس ان الاثنين شباب ينضموا للمنتخب. دي كانت الحلقه اللي فاتت وبالتالي كان الكابتن حضري يعني حاضر معانا على نفس اللاين وضمهم للمنتخب. وانا بشد على ايده وبقول له ده موفقه ان انت تدخل حارسين شباب مع كابتن شناوي يستفيدوا منه يستفيدوا من خبراته. شناوي حارس مرمى كبير طبعا حارس مرمى الاول في مصر
فأتمنى أن الاثنين يستفيدوا منه بشكل كبير جدا. جد حارس واعد، صبح حارس واعد، بس أتمنى برضك أن يزق معاهم واحد تاني كبير. يعني ممكن جنش ماشي بشكل كويس جدا الفترة اللي فاتت مع فيوتشر، يعني أداؤه ممتاز جدا. الزنفولي ماشي بشكل كويس جدا مع البنك الأهلي، أول أسبوع كان من الحراس الهيلين بالنسبة لأرقامه. ممكن برضك زنفولي ياخد فرصة. الهاني سليمان مع سموحة ماشي بشكل كويس جدا جدا جدا، وكان موجود مع المنتخب في الفترة اللي فاتت. أتمنى أنه هو يزق حد من الكبار دول، يبقى الشناوي مع حد من الكبار مع الاثنين الشباب، يبقى عملنا تواصل للأجيال بشكل كبير جدا، ودي مهمة جدا بالنسبة للمنتخبات. يعني صبحي وجاد دول حراس منتخب الأولمبي، فلما يطلعوا مع المنتخب الأول يبقى في تواصل للأجيال بشكل ممتاز جدا جدا جدا. فطبعا بتمنى من الكابتن حضري أنه يفضل ماشي بنفس النظام. برضو من ضمن الحاجات اللي بتتكرر كتير بالذات مع الفرق الكبيرة زي النادي الأهلي وغيره من الفرق وساعات مع المنتخب كمان، فكرة أنه يكون عندك الحارس الأساسي متألق جدا، والتألق ده فيه استدامة واستمرارية لفترة طويلة، تحس أن ده بيبقى دايما على حساب الحارس البديل. صحيح. واللي ممكن جدا يكون البديل ده ما يقلش في كفاءته عن الحارس الاساسي. صحيح. طب المظلوميه دي حلها ايه؟ لان ما عندهمش نفس الفرصه بتاعه التغييرات بتاعه اللعيبه التانيين في مراكزهم المختلفه، حارس المرمى دايما وضعه مختلف. سؤال في الجول زي ما بيقولوا يعني. ليه بقى؟ لان الحارس دايما بيبقى المركز ده فيه اتنين مدربين، نوعين من المدربين، في مدرب بيحب يثبت، في مدرب بيحب يعمل روتيشن كتير في المركز ده. المركز ده انا من المدربين اللي ما بحبش اعمل فيه روتيشن، لازم أن يلعب حارس. كل ما بيلعب كل ما اخطاءه بتقل، كل ما هو بيتقل بلغه الكوره، فدي بتبقى كل ما الفرصه بتقل للبديل برضه. الله ينور على حضرتك. صحيح. ما هو نفس وهنا المشكله. وهنا نبدا نتدخل بقى. عموما عشان احنا طبعا انا اسف لمقاطعه حضرتك، بس احنا للاسف وقتنا انتهى. تعالى نبتدي في لقائنا اللي جاي بحضرتك ان شاء الله بنفس السؤال عشان نعرف منك الاجابه بالظبط. وده موضوع مهم جدا ان شاء الله نبدا بيه الفتره اللي جايه، الحلقه اللي جايه ان شاء الله، لكن موضوع مهم جدا جدا جدا. طيب يعني عايز اعرف الاجابه بس خاص في الفاصل، هي اجابه طويله يعني مش هنلحق؟ لا يعني ما هي صوره في نوعين من المدربين والموضوع محتاج شغل فني شويه يعني. فهي الفكره في ايه؟ ان انا كمدير مدرب حراس بثبت الحارس شويه، فدي بتاثر على مستوى التاني، لكن في نفس الوقت شغله المدرب الحراس ايه؟ انه يجهز الحارس البديل لما يبدا يلعب يكون على نفس المستوى الحارس الاساسي، زي ما حصل مع كابتن شوبير. سموه لي ايوب لانه كان قاعد مع كابتن ثابت والكابتن اكرام مده طويله جدا، لكن لما خد الفرصه مسك فيها. هنا ترجع لشغل العامل النفسي للمدرب مع الحارس نفسه. صح. اللي هو رقم 2 ورقم 3 على كل دول مهم دلوقتي. لو انت بصيت على الفرق كلها هتلاقي معظم الفرق لعب بحارسين، حتى النادي الاهلي بدا بلطفي وبعد كده صح. لعب الشناوي. صح. هل كل حارس بقى مسك في الفرصه ولا لا؟ دي بقى ترجع لي هو فعلا. الحديث بقية زي ما كان. أيوة إن شاء الله. نشكرك جدا ونشكر حضراتكم، وإن شاء الله بكرة حلقة جديدة معايا أنا وكريم وعشرة صبح في الأهلي.